سادتي وأحبتي متابعي مسابقة وجيهاً بالحسين، حياكم الله من جديد، ونرحب مجدداً بلجنة التحكيم وكذلك حضورنا الكريم. وصلنا وإياكم إلى المتسابق السابع إلى حاضنة هذه المسابقة، محافظة كربلاء المقدسة وتحديداً قضاء طويريج، المتسابق حسين حمزة كاظم الموسوي. السيد حسين حمزة كاظم الموسوي المعموري من مواليد قضاء الهندية كربلاء المقدسة، أبلغ من العمر 18 سنة. عشت بمجتمع حسيني يعشق خدمة الحسين، فالكل كان يدعمني، من ضمنها عائلتي، وكان عمي خطيب حسيني سيد جواد الموسوي المعموري هو اللي أخذ بيدي وصعدني، إضافة لأبويا كان أي مجلس يأخذني منذ صغري حتى ولو ما أقرأ هو مجرد عن حضور. إلى جانب الردة الحسينية، الحمد لله أمتلك موهبة قراءة القرآن، إضافة إلى شاركة مسابقات عديدة للخدمة الحسينية، منها مسابقة كربلاء المقدسة بالعتبة الحسينية المقدسة، وكذلك مسابقات أخرى. الحمد لله حصلنا على مراكز جيدة، منافسة قوية وروح عالية إن شاء الله، ونتمنى التوفيق للجميع. أحب الحسين، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. إمامنا صاحب الزمان ينادي ويقول الله يا صاحب الزمان، ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين قتلوه عطشانا. يا الله على أحساسه. ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين طرحوه عريانا. وبعد مولاي يا أبو عبد الله، ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين سحقوه عدوانا عدوانا سحقوا عدوانا شالين عليك جفوف صم دموع شالين 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 عليك جفوف صم دموع شالين شالين وجروح البية ما فد يوم شلين الحجر يا ابن الحسن والله شالان شالان لون يسمع ونين الشوق بي لون يسمع ونين الشوق والقصيدة إلى خادم الحسين سيف الجناح الطيرجاوي. الحسين مخاطب جيش آل أمية يقول: شلكم علي يا ناس، من ظهر خذت العباس. شلكم علي يا ناس، من ظهري أخذت العباس، لما وقع نساني حتى الأكبر. الله، الآن انكسر ظهري. نعم، نقطة ضعف زينب وخط الأحمر. أخوي أخوي، شلكم علي يا ناس، من ظهر خذت العباس، من ظهر خذت العباس. الحسين يخاطب هذا الكلام، لعد شنو من كسر ظهره مولاي. شلكم علي يا ناس، من ظهر خذت العباس، من ظهر
لبثت العباس لما وقع نساني حتى الأكبر نقطة ضعف زينب وخط الأحمر أخوي 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 شلكم علي يا ناس من ضر خذت العباس شلكم علي يا ناس من ضر خذت العباس من ضر خذت العباس لما وقع نساني حتى الأكبر ثقيل فدوة نقطة ضعف زينب وخط الأحمر أخوي 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 يا ناس خذته حزام ظهر البيجي يا ناس خذته حزام ظهر البيجيت مكسور ضلع وخاطري ودمي بجيت مكسور ضلع وخاطري ودمي بجيت لو قاطعين جفوف كام همي طاحت مناير كانت الأهل البيت طاحت مناير كانت الأهل البيت خلونا نشوف قوارتاح لبشف خذ قلبي وراح لبشف خذ قلبي وطاح حر الشمس لاحي الخيم من وخار نقطة ضعف زينب وخط الأحمر حر الشمس لاحي الخيم من وخار نقطة ضعف زينب وخط الأحمر أخوي 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 يا فاضل الله 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 يا سيد أحسنت على رأسي أحسنت الله يحفظكم جميعا نعم الختام نعم الختام أحسنت طبعاً أحبتي وسادتي أنتوا تلاحظون خلاصة هذه الحلقة لكن بالواقع هناك ساعات طويلة لتسجيل كل حلقة شيبة حاضر ويانا من بداية الحلقة تفاجأنا أنه تبين والد الحبيب أحسين الله يحفظه نحييه ونشكره على حضوره وعلى هذه التربية الصالحة ونبدأ مع الملا قحطان البديري حبيب القلب سيدنا أتمنى لك التوفيق إن شاء الله دوما وابدا وجل الترحيب بوالدك وهاي الشيبة المباركة يا سيد حمزة لا غرابة على طويريج فعندما أبدأ من ذلك الصوت الذي تجول معنا وفي ضمائرنا أنه المرحوم الكبير الشيخ جاسم النوين رحمة الله عليه مدرستنا فهنيئا لنا بهكذا أصوات إحساس جميل هيئة وقوف حقيقة جاي ألاحظ بأنه حتى أوصل المفردة إلى المتلقي وأنا كأنما أستشعر بأنه هنالك من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يسمع ولكن أراك عندما في هذه الإيماءات وهذه الحركات حتى وإن كنت أنا لا أسمع فأني متأثر بهذه الحركة فبالنهاية عمق الرادود وأحاسيسه هي العامل والفيصل الفاصل نعم. هذه ملاحظة الملاحظة الدقيقة المساحة العرب البحات ولكن أتمنى منك يا سيد
ولأنه أنا على يقين هذه الحنجرة فيها ما فيها أن تكون أكثر دفع طافة. للصوت صح. يعني الرادود يجب أن يؤدي من هنا صح. صوتك جميل، حاسيسك جميلة، جزاك الله خير اختيارك وركوزاتك النغمية. من جدا ممنون. جدا أحسنتم ممنون. أحسنتم اللقاحطان، بارك الله بكم. سماحة الشيخ حسين الأكرف، تفضل مولاي. سيدنا العزيز سيد حسين الموسوي، بارك الله بك، هذه الإطلالة الهاشمية الجميلة المؤدبة اللائقة بالمنبر الكريم. يعني أكو عندك ميزة، صوتك وإن كان يعني إلى مساحة أو قوة الدفع به مو كغيره، ولكن صوتك من الأصوات الذكية جداً، أكو ذكاء في التصرف والإحساس وترجمة المعنى، يعوض هذا هاي الخامة الصوتية المغلفة. وأنا أعتقد أن هذا ميزة مرات تكون مو نقطة ضعف، الحمد لله، وقابلة للتطوير، قابل للتطوير، وأيضا ترضخ للعمر وعوامل العمر والسن وكذا. أنا أتأمل فيك يعني مشروع رائع وجميل ومتقدم في خدمة المولى أبي عبد الله. شكرا جزيلا مولانا العزيز. أحسنتم شيخنا. نعم الأستاذ الحبيب حبيب سيدنا العساوي. أحسنت، موفق إن شاء الله. دراسة أبو أحمد العزيز، وجود والدك وحضوره ومساندته إليك دليل على أنه أنت بار بوالديك، ودليل على أنه أنت تربيتك عالية. الحمد لله. شكرا إليك، شكرا لهاي التربية، وهنيالك أنه تواقف والدك يسمعك، وهنيال والدك بيك أنه قاعد رزق ويشوف هذا. الحمد لله. يشوف هذه الذرية الصالحة. الحمد لله. شعراً بعد مدينة طويريج وكربلاء، والاختيار بالشعر المنبري لا يعلى عليهم، وحدة موضوع جميلة، بناء جميل، وزن وقافية مختارة بدقة، أيضاً لا تخلو من الصور الشعرية والخيال. والشعر موجود، تصور بيننا شعر موجود. الشعر أبو زينب، نعم سيف الجناح موجود، موجود سيف الجناح، الشعر أيضا موجود بعد. نعم. وين سيف؟ عاشت إيدك مولانا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، صابت الأنفاس. حياتنا. هذا أستاذي، هذا أستاذي العزيز. جميل. أنا جميل. أنا أنا تكلمت يعني وما حقيقة يعني راح من بالي أنه موجود، حياك الله سيدنا اللي ما يملي عليه جميعا هذه التربية. يعني بالمناسبة أستاذ واثق، يعني شوف شنو من ذكاء عند سيد حسين اللي جايب والده والشاعر الكاتب القصيدة. لا والله أنا أشوفها جايب جمهوره وياه داخل المية عالمية. أشوفها ولا أشوفها صعبة علي إنه طبعاً مو سهلة طبعاً مسؤولية. عفي عليك، عفي. بارك الله بك، أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله. مربينا الحبيب والفاضل سماحة الشيخ عبد الصاحب الطاي، تفضل شيخنا الفاضل. طبعاً من عوامل النجاح بهذا التخصص جملة من الأمور، نعم، الأخوة تفضلوا ببعضها، الكاريزما والهيئة الحمد لله والحركة والأداء، هذا كل جانب مهم، وهو أبدع الحمد لله جناب السيد الله يحفظه سيد حسين. نعم. كذلك أكو عامل جدا مهم، أن من يختار القصيدة وفيها بعض الألفاظ اللي ترجع إلى أسس وروايات واردة. بعض نعم. الأحيان أبدي أصور أنا طبيعة المصيبة اللي حدثت من عندياتي صح. وبعض الأحيان يجي الشاعر الله يوفق اللي هو حاضر ما بيننا نعم. ومعنا، اختار قصيدة مؤثرة كل احنا تأثرنا بيها، وبديت أربط بين الكلمات والروايات صح مستمع. من يبين أعظم مصيبة هي مصيبة العباس عليه السلام، قصيدة مثقفة تبادر إلى ذهني نعم. قصيدة مثقفة أحسنتم، تبادر إلى ذهني مباشرة قول الحسين واضيعتنا بعدك يا أبا الفضل، أن كل شيء انتهى نعم. بعد العباس سلام الله عليه. هذه القصائد من شأنها أن تصنع صح، تصنع جيل تأثر. بارك الله بك سيدنا، وإن شاء الله نشوفك من كبار الرواديد. وأني أقول لوالدك من خلالك، وبرًا بوالديك ولم يكن جبارًا عصيًا. الله شاء الله ان شاء الله، الله حبيبي، حياك الله، اهلا اهلا. احسنت يا صاحب الصوت الذكي، اي والله الله يحفظكم ان شاء الله، بارك الله فيك. هذا الكلام لقحطان جدا مفيد وجدا فادني هواي، وهذا يعني الكلام هذا سابق وان طرى عليه يعني سبحان الله، بس يعني تدري عامل العمر انه مرحله البلوغ فهذا شوي الاحباكات السابقه. الصراحه اوصف الشيخ حسين الاكرف يعني هذه شهاده اعتز بها
من استاذ كبير، وان شاء الله بالمرحله الجايه.